الله معكم. عم تسألونا شو صار اليوم برماش. اللي صار انه الساعة 9 صباحا اهل حي من احياء رماش لاحظوا وجود اشخاص غريبين عن الضيعة بسيارتين. شوي انتبهوا لهم انه عم بينزلوا منصات صواريخ وبدوا يركبوا صواريخ. اعترضوهم بانه يا شباب نحن هون بين البيوت وفي ولاد صغار وبركي صار في رد وين بدنا نروح كذا. فما عجبهم الشيء وطلبوا من الناس انه نفلوا. وقت الناس ما فلوا اطلقوا عليهم النار بالهواء. فنزلوا الناس وخبروا بعضهم البعض وتجمعوا لحتى نعرف شو بدنا نعمل. الشيء اللي بدنا نقوله نحن بالاساس قلنا انه في عنا مساحات شاسعة ما بين بيوتنا وما بين الحدود. وهالمساحات الشاسعة هذه مسرح لهم للشباب يعملوا اللي بدهم اياه فيه. ولكن بنتمنى انه ما يحطوا بين البيوت صواريخ لحتى ما يصير في رد. لانه اذا صار في رد بصير الناس بدها تهجر وتفل. نحن برماش عددنا اكثر من 8000 نسمة. اذا تهجرنا وين بدنا نروح؟ عاية جهة ومين بيستقبلنا ومين بيقبل انه نقعد عنده؟ فلذلك نحن محافظين على بيوتنا ومستعدين نبقى بارضنا وما نتركها ابدا. وبعدين نحن كانت علاقتنا طيبة جدا وما زالت مع جيراننا. وكنا نشاركهم بالافراح والاطراح وهن يشاركونا وبدنا نضل على هالمعاملة الطيبة بين بعضنا البعض. ما بدنا ابدا نصير اي شيء يعكر صفونا وصفو اولادنا.